أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الفترة من التغطية الإخبارية المستمرة مع حضراتكم على شاشة إكسترا نيوز، والتي نخصصها لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمع مصانع إنتاج الكوارترز بالعين السخنة. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مصنع التكسير الأولي لخام الكوارترز في مدينة مرسى علم، وذلك عبر الفيديو كونفرنس وخلال افتتاحه مجمع مصانع إنتاج الكوارترز بالعين السخنة. ويعد هذا المشروع الأول من نوعه بجمهورية مصر العربية والدول العربية والإفريقية، ويعتبر نموذجا لتكامل العملية الإنتاجية بجميع مراحلها، بدءا من استخراج خام الكوارترز وتكسيره ثم طحنه إلى حبيبات بأحجام ومواصفات معينة، إلى إدخال جزء من الناتج في صناعة ألواح الكوارترز وطرح الفائض للتصدير أو إدخاله في صناعات أخرى. ويهدف المشروع إلى استغلال الخامات الطبيعية المتوفرة في مصر، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة لخام الكوارترز وزيادة الدخل القومي، تلبية لاحتياجات السوق، وبما يوفر العملة الصعبة، كما يحقق احتياجات السوق المحلي من ألواح الكوارترز اللازمة لتجهيز المستشفيات والفنادق وغيرها بدلا من استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى تنفيذ الأنشطة التصنيعية للخامات التعدينية بمراحلها المختلفة، ومنها خام الكوارترز للخامات التعدينية لتعظيم العائد منها وتحقيق القيمة المضافة لها لدعم الاقتصاد الوطني، بتنفيذ مشروعات قومية واستراتيجية لخلق فرص عمل للشباب، حيث ساهم مشروع الكوارترز في توفير 600 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة، فضلا عن الحفاظ على الثروات التعدينية بمختلف أنحاء الجمهورية وطرح الفائض من إنتاج خام الكوارترز المطحون وكذا ألواح الكوارترز للبيع في الأسواق الخارجية. دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين المصريين والأجانب للاستفادة من كافة الفرص التي تتيح زيادة الإنتاج والحد من الاستيراد وزيادة التصدير. وخلال افتتاح الرئيس السيسي مجمع مصانع إنتاج الكوارترز بالعين السخنة بمحافظة السويس، أكد الرئيس السيسي الحرص على إزالة المعوقات أمام الاستثمارات في قطاع البترول. احنا كنا بنتكلم مع دولة الرئيس وسيد وزير البترول على يعني الهيئة، واذا كان لها معوقات بتقابلها او كده، وده امر احنا حريصين على ان ما يبقاش فيه معوقات قدام اي مؤسسة يعني. لكن هرجع هنا للموضوع دوت، لو انت عملت الثلاث او الاربع مراحل اللي انت بتتكلم عليهم دول وبتقول ان هم هيكلفوا 700 مليون دولار، ده للتصدير الكتله الغالبه او النسبه الغالبه منه، مش كده؟ في يعني كفايه انتاج محلي والباقي هيتصدر. ما هو ما انا الانتاج المحلي انا بجيبه دلوقتي من بره. بالظبط. صح كده؟ بالظبط. فانا سواء صدرته او استخدمت جزء عندي فانا وفرت عمله كنت انا التكلفه الماليه 700 مليون دولار. طب الفوائد للدولار هنا كام؟ بسال سؤال صعب. صح. صعب. انا بسال كده ليه؟ لان احنا يعني وزير قطاع الاعمال موجود ووزير البترول موجود وكلنا موجودين يعني، وبقول السؤال ده او اللوحه ديت ما كانتش تترجم بالدراسه عندنا نقول هو ده اللي ممكن نطلعه وهو ده اللي احنا بنجيبه. يعني احنا بنجيب بما قيمته كام من الثلاث اربع مراحل دول؟ مثلا 50 مليون دولار، 100 مليون دولار، ما اعرفش. احنا بنجيب 5000 طن سيليكون معدني سنويا. يعني احنا بنتكلم في كله. تمام. مش على ده، مش على لو انا النهارده بستورد ثلاث اربع منتجات من اللي موجودين هنا، ده ليهم رقم. بالظبط. مش كده؟
وانت لو انتجتهم في مصر هتوفر الرقم ده وعندك فرصه كمان انك انت تصدر بره. الرقم ده درس جدوى مش كده؟ بالظبط يعني. ف بقول ده لمين؟ لينا كلنا. وبقول لينا كلنا الكلام ده موجود قبل كده على مدى سنين طويله فاتوا. يعني اللي موجود ده مش سر. اللي موجود ده مش سر. تمام. مش سر. لا ده معروف عندنا ومعروف عندكم كهيئه وعلى الناس المتخصصه في المجال عارفه كويس قوي ده. كما دعا الرئيس السيسي الى الاستغلال الامثل للفرص الاستثماريه المتاحه في قطاع التعدين والاستفاده من المواد الخام المتوفره في القطاع. يعني دي فرصه استثماريه بقولها للصندوق السيادي وبقولها للمستثمرين المصريين وبقولها للقطاع الخاص وبقولها للمستثمرين الاجانب. بقول دي فرصه استثمار جيده موجوده عندنا. طب بقول كده ليه؟ لان احنا ممكن كتير يقول لنا النهارده واحنا بنفتتح المشروع ده ما تدوا فرصه للقطاع الخاص يا دكتور مصطفى. يعني يتقال كده. فده محتاج اتصور محتاج ترويج ومحتاج لقاء مع اللي بيشتغلوا في المجالات التعدينيه بصفه عامه عشان نقول لهم تعالوا ده في فرص كويسه جدا. الفرص دي هتوفر لمصر سواء كان عوائد مباشره بان احنا بنستورد الكميات دي بالعمله الحره او بان احنا نصدرها ويبقى لينا دخل من التصدير. ثم طبعا بقى العوائد غير المباشره بان احنا بنشغل ناس وبنبقى بنعمل قيمه مضافه بدل ما نطلع اي منتج من ده مره ثانيه يعني نطلعه ماده خام يعني زي ما مش كده؟ تمام. فانا بس بسالك الاول وبقول الكلام ده عشان الواحد ما تفوتش مننا وبقول اذا كان المطلوب 700 مليون دولار وده رقم مش بسيط يعني لكن ولو احنا دايما بصينا على ان احنا نقلق من الرقم اللي مطلوب لعمل المصانع ديت او لعمل المشاريع ديت. الاصل في الموضوع عندي ان الاصل خلي بالك في فرق انك انت تعمل صناعات تحويليه انك تجيب خامات من بره وتعملها في مصر وبعدين تستفيد منها او تصدرها. لكن لو انا عندي كمان الماده الخام دي موجوده في مصر معناه ان انا يعني جزء كبير من الموضوع عندي وانا بخرجه ماده خام يعني وما استفدتش منه من المراحل ديت للارقام اللي موجوده قدام مني على اللوحه. وأكد الرئيس السيسي أن ما يتم افتتاحه من مشروعات متاح أمام المستثمرين المصريين والأجانب وأيضا للاستثمار في البورصة لمساعدة المواطنين على الاستثمار في فرص لها عائد جيد. في مستثمرين مصريين موجودين معانا وفي ناس حتى بتشوفنا وبتسمعنا من داخل وخارج مصر لك إيه ما تدوا فرصة للناس إيه تعملوا مش كده؟ واحنا انا بقول الكلام ده مش يعني مش كلام يعني سياسه ولا احنا بنتكلم بجد ان احنا محتاجين ده محتاجين ان كل الفرص اللي موجوده عندنا وبالمناسبه الفرص مش كتير قوي يعني الفرص اللي موجوده عندنا مش كتير قوي ان احنا نقول عندنا مثلا خامات كثيرة جدا جدا مختلفة نقدر نعمل عليها الكتير، لكن على الأقل اللي موجود عندنا ناخد الحد الأقصى بتاعه. نرجع تاني، طب النهاردة لما قلنا المصنع ده بقاله 3 سنين بيتعمل. وأنا بيتعمل مع مين؟ مع يعني مع شركات أجنبية وحتى بأسرع وسيلة لخروج المشروع يعني للحيز الزمني اللي إحنا شغالين فيه. طب ما لو احنا بنتكلم على دول قلت لي بقى ايه المرحله الثانيه والثالثه والرابعه ان شاء الله وعليك خير كده 10 سنين كمان باذن الله. لا ما انا بس استنى انت مالكش دعوه يعني انت رئيس هيئه الثروه المعدنيه. انا بتكلم على الاستثمار وعلى الحكومه وعلى احنا كلنا نشتغل في الموضوع دوت لان قدام ال 700 دول هو رقم كبير صحيح بس بستردوا في قد ايه؟ في 3-4 سنين يعني انا ما اعرفش يعني الرقم اللي هيجي سواء انت بتستورد بيه او انك انت بتصدر بيه هتجيب ال 700 دول في قد ايه؟ باذن الله مع الوضع في الاعتبار. استنى بس يا ياسر انت مستعجل ليه؟ انا بقول الكلام دوت ليه؟ يا جماعه
ما احنا بنطلع نجيب بمليارات الدولارات حاجات اخرى. ففي كتير مننا يقول لك يعني طب يعني هو الرقم ده بسيط؟ الرقم ده مش بسيط، بس كمان ما تنسوش ان احنا بنجيب بارقام كبيره جدا جدا حاجات اخرى زي الاغذيه مثلا. الرقم ده ولا حاجه بالنسبه للي بيدفع الدكتور مصطفى، مش كده؟ ولازم الناس تبقى سامعه ده مني وتعرف ان احنا الرقم 700 مليون دولار اللي ممكن كتير يقول لك ده رقم كبير قوي ان الدوله تدفعه، او حتى في المشروع اللي احنا عملناه النهارده ده رقم كبير قوي ان الدوله تدفعه. بس احنا لو دايما كان المفاضله عندنا، المفاضله عندنا ان احنا نقول ده بالدولار وهنجيب الدولار منين، واحنا مش هنتحرك لقدام. احنا ايه؟ مش هنتحرك لقدام. وانا ما ينفعش يعني بالنسبه لامالي، طالما وانا قلت الكلام ده قبل كده كتير، طالما ان انا شايف اللي بجيبه للسوق المصري كام، وده بيبقى التجاره والصناعه مع البنك المركزي مع الماليه، يعني مع التجاره والصناعه مش كده، عارفين احنا بنجيب ايه وقيمته او فاتورته علينا كام. واذا كان موجود الكلام ده موجود في مصر، طب انا لو طلعته واشتغلت عليه هشغل ناس وهزود الناتج المحلي يا دكتور مصطفى، وهوفر القيمه دي بعد شويه. ودعا رئيس السيسي لتعزيز التعاون مع الجانب الإيطالي لدعم الاستثمار في مجال إنتاج الكوارتز والتعدين، كما أكد أن الدولة ستعمل على إنجاز كل الإجراءات الإدارية اللازمة في أسرع وقت. من فضلكم، من فضلكم القطاعات التانية اللي احنا كلمنا فيها ديت، أو المراحل التانية اللي احنا كلمنا فيها ديت، فكروا جديا. وأنا معانا السفير الإيطالي وممكن نتصل على أعلى مستوى مع الحكومة الإيطالية لدعم هذا الاستثمار لما المراحل الثانية من خلال الشركات اللي عندها الرائدة في هذا المجال في إيطاليا، أو من خلال حضرتك كوكيل والشركة اللي أنتوا أسستوها، بس إن احنا نخرج في أسرع وقت ممكن في إن المراحل دي تخش الإنتاج والحركة بسرعة. من جانبنا احنا هنوفر المكون المصري مهما كان قيمته يا استاذ شريف. تمام. والشركات الايطاليه والحكومه الايطاليه والسفير موجود، وهيبقى لنا كلام معاه دكتور مصطفى ممكن قوي ان احنا نستضيفه ونكلمه في ان احنا اذا كان النهارده انتم مطمنين بدراسات الجدوى للمراحل ديت او للقطاعات ديت، يبقى ننطلق ان احنا نتحرك فيها. وجود الشركات انا بقول لهم نحن ندعمكم ونشجع ان انتم تقوموا، سواء كان بان انتوا فقط تعملوا المصانع او ان انتوا تساهموا حتى في المشروعات ديت، اذا كان الكلام ده واضح. واحنا من جانبنا الرقم المطلوب مننا في الاعمال المدنيه والاجراءات الاداريه والبيروقراطيه الاخرى، بوعدك يا استاذ شريف والناس معانا كلها ان احنا نخلصه امتى؟ انا فندم ان شاء الله لا انا امتى، احنا كحكومه نخلصه امتى؟ امتى فندم؟ امبارح. تمام سيادة. ما تخافش. تمام سيادة.
وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. أستاذ جمال أهلا بحضرتك معنا على شاشة إكسترا نيوز، ونحن طبعا احتفلنا اليوم أو تابعنا افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجمع إنتاج الكوارترز بالعين السخنة طبعا، وهذا المشروع يعتبر الأول في جمهورية مصر العربية وفي أفريقيا وفي الدول العربية. تفضل يا أستاذ جمال. تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل السادة المشاهدين. يمكن بالتأكيد الجميع يلاحظ أن الدولة المصرية الآن أصبحت بتعزز من ثرواتها الطبيعية وتستخدمها استخدام يحقق فكرة توطين التصنيع، وهذه هي الفكرة الأهم التي هي يعني محل اهتمام من القيادة السياسية المصرية الآن. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يتحدث عن أهمية توطين التصنيع، وتوطين التصنيع أحد أهم ركائزه هو فكرة إيجاد مواد خام في الداخل المصري، وأيضا إعطاء هذه المواد الخام قيمة مضافة لإدخالها في العديد من الصناعات. في الحقيقة هذا النهج وجدناه في فكرة الرمال البيضاء والرمال السوداء وفي الأمونيا الخضراء، وحتى في تحويل الغاز الطبيعي إلى قيمة مضافة أو إلى عنصر أيضا بيدخل في صناعات أخرى زي ما بنشوف في البتروكيماويات وغيرها من الصناعات. وبالتالي أنا أعتقد أن الدولة المصرية الآن بتنفتح على تعزيز فكرة التصنيع واستخدام ثرواتها الطبيعية أفضل استخدام، وبالتالي بنجد هذه المصانع الآن بتظهر إلى النور بعد عمل طبعا ومجهود كبير جدا. شفنا أيضا كيف استخدمت مصر أيضا في العين السخنة الثروات الطبيعية من الرخام مثلا، وأيضا استطاعت أن تنشئ يعني صناعة مهمة للغاية في هذا المجال. إذن نحن نتحدث عن طفرة في مجال التعدين بشكل عام وفي استخدام ثروات مصر الطبيعية بشكل خاص، وأيضا إعطاء هذه الثروات الطبيعية قيمة مضافة من خلال إدخالها في مدخلات أو كمدخلات إنتاج في صناعات أخرى، خاصة الصناعات اللي نحن دائما كنا بنحلم أن ندخل إليها أو يكون المنتج المصري أو المصنع المصري عنصر فاعل فيها، زي طبعا الصناعات التكنولوجية والرقائق الذكية وغيرها من صناعات مستقبلية. وبالتالي الآن الأفاق بتنفتح كمان أمام صناعات جديدة. هذا المصنع الذي نراه اليوم هو بوابة لدخول مصر للعديد والعديد من الصناعات التي لم تكن موجودة من قبل في الداخل المصري، بل ربما هي غير موجودة في المحيط الإقليمي، وبالتالي هو بوابة لدخول مصر عصر جديد من الصناعات الحديثة. عشان كده وجدنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بيدعو المستثمرين سواء المحللين أو الأجانب لعدم إضاعة الوقت، بل لاستغلال هذا الوقت واستغلال هذه المشروعات والدخول في صناعات يعني تستطيع من خلالها هذه الاستثمارات استخدام هذه الصناعات الضخمة والعملاقة والمرور إلى مكونات جديدة وإلى صناعات جديدة وإلى مدخلات إنتاج جديدة. هذا ما تسعى الدولة المصرية لتحقيقه. يمكن هذه الدعوة التي أطلقها السيد الرئيس اليوم أيضا مبنية على أيضا قرارات مهمة للغاية اتخذها سيادة الرئيس منذ أيام لدعم الاستثمار. كل الشارع المصري والعربي بل مستثمرين حول العالم لاحظوا أن هناك بالفعل مجموعة وحزمة مهمة للغاية فيما يتعلق بتسهيل إجراءات الاستثمار مثلا في الداخل المصري. إذا مصر لا تدعو فقط، ولكن تدعو وأيضا تؤهل المناخ المناسب للاستثمار، سواء من خلال توفير صناعات استراتيجية زي اللي بنشوفها اليوم في مصنع أو في مجمع مصانع الكوارتز في العين السخنة، أو حتى فيما يتعلق بإيجاد عدد من القرارات المهمة لدعم الاستثمار. نعم، إذن يا أستاذ جمال الموضوع مش بس اهتمام بإنشاء مجمع مصانع، ولكن بتوفير البيئة المناسبة وتوفير عوامل نجاح المشروعات أصلا وتوفير التسهيلات وأيضا القوانين التي تحكم عملية الإنتاج واستخراج المعادن والتعدين وأيضا التصدير. بالتأكيد هي بيئة عمل يعني مناسبة ومتكاملة الأركان، وبنجد فيها الأمور الخاصة بالقرارات التنفيذية موجودة، البنية التشريعية أيضا موجودة، أيضا البنية التحتية. يمكن بنتحدث عن بنية تحتية غير مسبوقة في الداخل المصري. حينما تدعو مصر الآن المستثمرين من كافة أرجاء العالم للإتيان إلى مصر والاستثمار، إن لم يكن هناك بنية تحتية حقيقية متمثلة في شبكة الطرق، في شبكة النقل، في الموانئ، الطفرة التي شهدتها مصر في الموانئ خلال
خلال السنوات القليلة الماضية، المطارات، حتى فيما يتعلق بالكهرباء وتوفير شبكات المياه وغيرها من بنية تحتية. إن لم يكن لديك هذه البنية التحتية القوية، من الصعب أن يأتي المستثمر للاستثمار في مجالات التصنيع بالتحديد. وبالتالي حينما مضت الدولة المصرية نحو تنفيذ استراتيجية مصر 2030 بخطى ثابتة ولم تتراجع عن أي من هذه الخطوة، بل مضت في سباق مع الزمن لإنجاز هذه الاستراتيجية وإنجاز بنية تحتية حقيقية في الداخل المصري، الآن نقف على أرض صلبة ونحن ندعو المستثمر المحلي والأجنبي للاستثمار في الداخل المصري. أيضا قبل أن ندعو للاستثمار في الداخل المصري، أيضا الدولة المصرية قامت بضخ استثمارات في قطاعات استراتيجية مهمة للغاية، ربما كان يخشى المستثمر الأجنبي أو المحلي يعني المضي نحو ضخ استثمارات فيها، لأنها أرباحها ربما تأتي عبر وقت طويل الأمد، ولكن الدولة هنا تدخلت لإيجاد استثمارات في البنية التحتية تسهل عمل المستثمرين في قطاعات أخرى. وبالتالي أنا أعتقد أن وجود القرار التنفيذي والإرادة السياسية وما نراه دوما من قرارات سياسية محفزة للاستثمارات، ده أمر مهم جدا. أيضا البنية التشريعية التي تتطور بين الحين والآخر، وما نراه حتى من فكرة الحوار الوطني الآن داعم لهذه البنية التشريعية الآن والذي يطورها في الوقت الراهن، أيضا هذه نقطة مهمة. أيضا البنية التحتية، هناك أيضا عنصر آخر محفز لجذب الاستثمار مع كل هذه العناصر، وهو أمر مهم جدا، هنا المواطن نفسه شريك فيه، فكرة الاستقرار الداخلي للدولة المصرية، فكرة أن الدولة المصرية تتمتع بهذا الاستقرار وبهذا الأمن وبهذا المناخ الآمن، أيضا ده عنصر مهم جدا جاذب للاستثمار. إذا مصر تحقق مشروعات تنموية ومشروعات صناعية ومشروعات زراعية ومشروعات قومية عظيمة للغاية، مع قرارات وإرادة سياسية، مع بنية تشريعية بتطور من نفسها لأيضا تناسب احتياجات المستثمر، مع استثمار، مع استقرار داخلي، كلها عوامل في الحقيقة بتدعم أن ندعو الآن المستثمر لأن يأتي إلى الداخل المصري بعد أن أصبحت مصر، أنا أعتقد في وجهة نظري أنها النقطة الأأمن في المحيط الإفريقي بالتحديد والمحيط الشرق المتوسطي والشرق أوسطي للاستثمار، خصوصا ما تتمتع به من مصر من استقرار ومن أمن ومن أيضا مرونة لدى الحكومة في اتخاذ القرارات وفي مساندة الاستثمارات. بنشوف الرخصة الذهبية، بنشوف القرارات التي أصدرها السيد الرئيس، بنشوف حوار وطني لدعم الاستثمارات ولدعم الاقتصاد. إذن نحن نتحدث عن مناخ آمن للاستثمار، وافتتاح مصر لهذه المشروعات الآن في هذا التوقيت يؤكد أيضا هذه النقطة، أن الدولة المصرية ماضية نحو خططها التنموية ونحو خططها الطموحة في توطين التصنيع وفي إحداث نهضة في مجال التصنيع، حتى في ظل ما يشهده العالم من متغيرات ربما بتعرقل البعض عن يعني دول العالم الأخرى، ربما البعض يتنازل عن هذه الطموحات، ولكن نحن لسنا لدينا هذه الرفاهية في التنازل عن طموحاتنا وأحلامنا، بل نحن عازمون على استكمال الطريق وعازمون على استكمال هذه الخطط التنموية وهذه المشروعات. وبالتالي افتتاح الدولة المصرية لهذا المشروع بيؤكد هذا المعنى في هذا التوقيت. شكرا جزيلا لحضرتك الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي، متحدثا هاتفيا لإكسترا نيوز. مشاهدينا الكرام، أيضا ينضم إلينا للمتابعة والتحليل الدكتور محمد الشواتفي هاتفيا، وهو كاتب صحفي. دكتور محمد، أهلا بحضرتك. فقدنا الاتصال بالدكتور محمد وسوف نعود الاتصال به مرة أخرى كلما أمكننا ذلك. مصر الجميلة العظيمة، التنمية بتتولد فيها على كل شبر من أرضها، مشاريع قومية في كل المجالات بتفتح لنا أبواب الأمل في الحاضر والمستقبل، وأرض بلدنا ولادة وخيرها بزيادة، والمحاجر فيها غنية بكنوز مخفية. على امتداد حدودنا الشرقية بدأت مصر استغلال كنوز مناجمها الطبيعية في الوديان القريبة من ساحل البحر الأحمر. من هنا بتبدأ رحلة البحث عن الكوارتز،
للكوارتز المصري خصائص طبيعية ومزايا تنافسية عالمية، لأن نسبة نقائه بتوصل لـ99.9%، وده اللي خلاه أحد المكونات الأساسية لمجالات صناعية عديدة، ومنها صناعة أشباه الموصلات والشرائح الإلكترونية. ألواح الطاقة الشمسية، المجوهرات، الساعات، السيارات، المستشفيات، والسكك الحديدية. ومصر من أكبر الدول امتلاكاً لاحتياطيات خام الكوارتز اللي كان بيتم تصديره بأسعار زهيدة، لكن بتوجيهات القيادة السياسية اتحقق الاستغلال الأمثل لخام الكوارتز بتوطين صناعته محلياً. البداية كانت عام 2020 وبتعاقد عدد من الوزارات المعنية مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات لإنشاء أكبر مجمع صناعي من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط. بتبدأ أولى مراحل الإنتاج باستخراج الخام من المناجم الطبيعية المنتشرة بكثافة داخل الوديان القريبة من ساحل البحر الأحمر في مرسى علم. هنا وتحديداً داخل منطقة مروة السويقات بمرسى علم يتم استخراج الخام وتكسيره بواسطة الكسارة بمقاسات تتراوح بين 3-5 سنتي وبطاقة إنتاجية 140 ألف طن سنوياً. ثم يتم نقل الخام إلى المجمع الصناعي لإنتاج الكوارتز بالعين السخنة، وهناك بيتم إعادة تكسير الكوارتز لحبيبات أصغر يتراوح حجمها بين 3-4 مليمتر بعد عمليات الغسيل والفصل الحجمي والفصل الضوئي. ثم يتم نقل الحبيبات إلى مجمع تصنيع الكوارتز، حيث تبدأ أولى مراحل التصنيع داخل مصنع الطحن، واللي بيتم فيه عملية تكسير وطحن حبيبات الكوارتز مرة أخرى إلى 4 مقاسات لتصل حجم الحبيبات إلى 30 مايكرو. وبعد عمليات الطحن تنقل حبيبات الكوارتز إلى صوامع التخزين العملاقة والتي تبلغ سعتها التخزينية 2520 طن، وعبر الأنابيب يتم نقل الحبيبات إلى مبنى الخلط، حيث يتم تحويل الحبيبات إلى عجينة بواسطة خلاطات كبيرة تدار بشكل آلي، يتم فردها على طبقات متعددة بواسطة أحدث ماكينات وخطوط الفرد. ثم يتم نقل وتقسيم عجينة الكوارتز لجزئين، جزء يتم كبسه لعمل ألواح السادة، والجزء الآخر يتم نقله إلى الريبوت لرسم العروق، وبعدها تعود العجينة للمكابس لكبسها وتحويلها إلى ألواح. ثم يتم نقل ألواح الكوارتز إلى الأفران، حيث يتم رفع درجة حرارتها للحصول على الصلابة المطلوبة. ومع خروج الألواح من الأفران يتم نقلها بشكل أوتوماتيكي لبرج التبريد اللي بيتم فيه خفض درجة حرارة الألواح إلى درجة حرارة الجو الطبيعية. ومننتقل في جولتنا داخل المجمع الصناعي لإنتاج الكوارتز لخطوط الجلي والتلميع، حيث تتم عمليات الجلي والتلميع باستخدام أحدث الماكينات والتكنولوجيات الخاصة للوصول لدرجة عالية من الجودة واللمعان طبقاً للمواصفات الأوروبية. وأخيراً تدخل الألواح المرحلة الأخيرة من مراحل التصنيع، وهي مرحلة اختبار الجودة والصلابة، واللي بتتميز بيها ألواح الكوارتز المصرية واللي بتبلغ درجة صلابتها 7 بقياس موس للصلابة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمجمع الصناعي لألواح الكوارتز 438 ألف متر مربع سنوي من ألواح الكوارتز، صروح صناعية بتحقق أفضل المعايير البيئية باستخدام الطاقة النظيفة من الكهرباء، ومحطة لإعادة تدوير المياه بسعة 556 متر مكعب، بالإضافة لنظم علمية لاختبار ومراقبة الجودة في مراحل التصنيع. Buongiorno a tutti voi e grazie per avermi invitato a questo importante evento. Sono molto contento ed emozionato di essere qui. Contento perché dal mio punto di vista, grazie a un'ottima collaborazione tra i vari team, è stato fatto un grande lavoro.
Oggi inauguriamo l'unico sito al mondo che, partendo da roccia madre, attraverso un modernissimo impianto di trattamento e un efficientissimo impianto di produzione lastre, può vantare un ciclo completo. Sono emozionato perché ho il privilegio e l'orgoglio di essere qui in Egitto con voi. سروح تنموية وفرت 2600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وكوكبة من خيرة المهندسين والكيميائيين المصريين. قلعة صناعية جديدة أمنت احتياجاتنا الأساسية في العديد من المجالات التنموية، وقدرت من خلال تصنيع ألواح الكوارتز المصرية في دعم الصناعة الوطنية مع التصدير الفائض من الإنتاج للعديد من دول العالم كأحد أهم موارد العملة الأجنبية. المجمع الصناعي لإنتاج الكوارتز في العين السخنة، صرح صناعي عملاق اتحقق بإيدين المصريين، ونجحنا في تحقيق النتائج اللي بنحلم بيها، وأعدنا اكتشاف ثروات مصر الطبيعية من كنوز مخفية. استجاب رئيس السيسي إلى رغبة أحد ذوي الهمم قادرون باختلاف في حضور افتتاح أحد المشروعات القومية التي تنفذ في كافة ربوع مصر، حيث طلب مسافحة الرئيس الذي لبى على الفور أمنيته في لفتة إنسانية منه. وبعد أن صافحه خلال افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة في محافظة السويس، أدار الرئيس حوارا أبويا وديا معه، وتم التقاط صورة تذكارية. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة لتفقد مجمع مصانع إنتاج الكوارتز في منطقة العين السخنة بمحافظة السويس. واستمع الرئيس السيسي خلال الجولة إلى شرح مفصل حول المجمع وما يملكه من إمكانيات. منح المهندس حازم حسن المدير التنفيذي لشركة إيزريا العالمية درع التميز في نظم المعلومات الجغرافية لرئيس مجلس الشركة المصرية للتعدين للحصول على المركز الأول على مستوى العالم في الحوكمة والتحول الرقمي في المحاجر والملاحات. ويضم مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة كافة مراحل صناعة ألواح الكوارتز باستخدام أحدث التقنيات، والذي يوفر 2600 فرصة عمل في صرح صديق للبيئة يعتمد على الطاقة النظيفة. المزيد نتابعه في التقرير التالي. من الخام إلى المنتج النهائي، يضم مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة كافة مراحل صناعة ألواح الكوارتز التي باتت مطلوبة بكثافة، لينضم إلى مجموعة المشروعات التنموية الرائدة التي تهتم الدولة المصرية بإقامتها في مختلف القطاعات. خام الكوارتز سابقاً كان بيتم تصديره بمبالغ زهيدة جداً للخارج، لأنه ما كانش بيضاف ليه قيمة مضافة، كان بيتصدر كمادة خام. دلوقتي الحمد لله رب العالمين إحنا بنصدره بعشرات الأضعاف من القيمة السابقة بعد ما حولناه من مادة خام إلى منتج نهائي. مجمع مصانع إنتاج الكوارتز يمتاز إن هو الوحيد على مستوى العالم اللي بيجمع العملية الإنتاجية من بدايتها لنهايتها. يعني إحنا بيجي لنا خام الكوارتز من الجبل في مرسى علم، درجة نقاء الكوارتز الموجودة في الجبل 99.8، ثم بعد كده بيبدأ على المجمع هنا بيعمل عملية التصنيع عشان في الآخر أقدر أطلع شريحة الكوارتز اللي أقدر بعد كده أتعامل بيها مع الجمهور أو أقدر أصدرها خارج مصر. بعد ما بيتم عملية التأكد من نقاؤه بيدخل عملية الطحن الخاصة بالمصانع عندنا، بيتحول المنتج ده بيتسحب لمبنى الخلط في خط الإنتاج، بيبتدي يضاف عليه المكونات اللازمة لإنتاج العجينة أو الخلطة بتاعة إنتاج ألواح الكوارتز، وبتنزل بعد كده في قوالب التشكيل بتاعته، بتعدي بمراحل التصنيع للحصول على الصلابة المطلوبة للوح الكوارتز. بعد كده بيطلع يدخل على برج التبريد، بعد مرحلة التبريد ما بتتم بيطلع عندنا لوح الكوارتز اسمه لوح كوارتز غشيم. بعد منها بيدخل على مرحلة الجلي، وبعد كده يدخل على مراحل التلميع، يطلع في شكله النهائي لوح الكوارتز الملمع على أعلى مستوى ومطابق للمعايير الأوروبية والأمريكية. مجمع إنتاج الكوارتز يأتي بناء على التوجيهات الرئاسية بتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية داخليا، كما يوفر 2600 فرصة عمل بين المباشرة وغير المباشرة،
وتم تدريب العمالة والمهندسين بالمجمع على يد خبراء إيطاليين في أحدث تقنيات صناعة ألواح الكوارتز. لقد بدأنا التعاون مع مصر منذ عام 2016، والآن نبدأ هذا المشروع المهم لإنتاج ألواح الكوارتز. إنها أول مرة نعمل فيها هنا في مصر والشرق الأوسط. نحن فخورون جداً بوجودنا هنا وبتدريب العمالة الفنية والتنفيذية ونقل المعرفة التكنولوجية التي لدينا. الحمد لله، زي ما بيقولوا كده الإيطاليين، إن إحنا إنشاء المشروع دون وإنتاج الألواح وكلام ده معجزة، بيقولوا it's miracle. فعلا هو معجزة إن إحنا وصلنا بأسرع وقت إن إحنا نطلع ألواح كوارتز. الخامة اللي متواجدة الكواليتي بتاعتها درجة أولى، فعلا حاجة زي ما بيقولوا كده نقدر ننافس بيها السوق العالمي. وهذا الماء لا يذهب سدى، فالمجمع الحاصل على مجموعة من شهادة الأيزو يعد صديقا للبيئة، حيث تعمل كافة ماكيناته العملاقة بالطاقة النظيفة من كهرباء وغاز طبيعي، كما لا يهدر الماء الذي تستخدمه الماكينات والذي يستمد من محطات تحلية مياه قريبة، بل يعاد تدويره ليستخدم مرة أخرى بمعدل فاقد لا يتعدى 10%. في صحراء العين السخنة يقف هذا الصرح كأول من نوعه على أصعدة متعددة، وليكون خطوة جديدة تخطوها الدولة المصرية لتعظيم استفادة المواطنين المصريين من ثرواتهم الطبيعية، وصفحة جديدة في سجل دعم الاقتصاد الوطني. تيموثي هاب، إكسترا نيوز. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد الشواتفي، أستاذ الإدارة والاستثمار. دكتور محمد، أهلا بحضرتك، وطبعا نتابع افتتاح هذا الصرح الاقتصادي والصناعي الجديد بناء على التعليمات وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تفضل يا دكتور محمد. هبدأ بآخر جملة قالها المعلق عندكم، أنه من صحراء العين السخنة تهدي مصر مصنع الكوارتز الى العالم، بمعنى ان هذا العمل الجاد اللي هو بيأكد لي كفاءة عنصر الإدارة المصرية او كفاءة الموارد البشرية المصرية، كيف استطاعت انها تحول هذا المنتج بعد ما كان مادة خام النهارده بتصدره بأيادي مصرية الى الدول الاخرى وبتنشئ مصنع كامل بهذا المجال. هذا يعطي اربع مؤشرات اساسية. المؤشر الاول اللي هو وهو ان الدولة المصرية النهارده بتشتغل بقالها فترة على توطين الصناعة أو تحويل الاقتصاد المصري من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد تخليقي، وبالتالي ده معتمد على إزاي نحول الموارد الطبيعية اللي موجودة لدينا واللي كانت مهدرة عبر عشرات السنين أو آلاف السنين وكانت تصدر بقيمة قليلة جدا أو بسبب البخس، النهاردة بتصدر من منتج تام التصنيع بإضافة قيمة مضافة أكثر من 10 إلى 15 مرة مما كان موجود قبل كده. العنوان الثاني وهو توطين الصناعة، كيف يمكن أن احنا النهاردة نستفيد بتوطين صناعات ونعطي شراكات مع دول أخرى، وإحنا الحقيقة نجحنا الدولة المصرية ناجحة لحد الوقت في الشراكة مع إيطاليا باعتبار أنها شريكة للدولة المصرية في قطاع الغاز والبترول، وفي نفس الوقت النهاردة مجال آخر، فهنا هناك شراكة بين الدول الأخرى، وهو هذا يعني أننا نستفيد من التكنولوجيا المتقدمة والدول التي استفقتنا في مجالات متعددة حتى يمكن نقل الصناعة المصرية من صناعة محلية إلى صناعة دولية أو تنافسية. الأمر الثالث والعنوان الثالث اللي عايز أتكلم فيه برضه وهو الاستثمار، بمعنى أن الدولة المصرية النهاردة تحتاج إلى استثمارات كبيرة حتى يمكن أن تحدث التنمية وحتى يمكن أن يكون الاقتصاد الوطني لها اقتصاد تنافسي قائم على اقتصاد المعرفة، وهذا يتطلب أموال. وعليه فإن الدولة المصرية النهاردة تفتح ذراعيها للمستثمرين سواء مستثمر أجنبي أو مستثمر محلي في ضوء قواعد عامة عالمية. ليه؟ لأن في هذه الحالة طالما أنا هشتغل على العالمية يبقى لابد أن تتوافر لدي مواصفات قياسية دولية. نعم. وبالتالي هنا إن احنا هنطور مصانعنا وهنطور إدارتنا وهنطور كفاءتنا على أن نكون صناعة عالمية، وبالتالي هذا الاستفادة من العنصر الأجنبي وفي نفس الوقت تطوير العنصر المحلي وتطوير العنصر الأخضر. الأمر الرابع وهو ان انا لما بطور صناعه معناها بعمل ثلاث حاجات. الحاجه الاولى ان انا بوفر عمله اجنبيه كنت بصدرها لبره عباره عن دولارات بتطلع، فانا بوفرها في السوق المحليه، وفي نفس الوقت بفتح لان دوله كثيفه راس المال العام البشري
يعني عندي عمالة كتيرة جدا، فمحتاج أوطن صناعات عشان أشغل أبنائنا، لأن الدولة المصرية بتصدر كل سنة 1,000,000 إدعام له، وهذا يتطلب أن احنا نزود، كيف يمكن أن نزود كفاءة تشغيل المصانع، وكيف يمكن أن نفتح المصانع، وهذا واضح في سياسة الدولة من خلال المشروعات اللي بتفتحها سواء في الزراعة أو الصناعة أو غيره. الأمر الرابع وهو أن أنا طالما أنا بشتغل في الكوارتز أو الحاجات المتقدمة دي، فهيبقى عندي قدرة على التصدير، ولا سيما أن هذه الصناعة صناعة تنافسية بينافسنا فيها حاجات كتيرة، ومن هنا يمكن أن تنتقل الدولة إلى أن يكون لها رقم معلوم في الصادرات الدولية في هذا المجال. كل ده بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا أن احنا النهاردة طالما هناك توجه للدولة، رؤية للدولة للتصنيع، وهناك رعاية من فخامة رئيس الجمهورية، وهناك جهود من الحكومة لابد أن ندعمها، ونتأكد تماما أن معدلات التنمية اللي هو لما يقولوا أن صندوق النقد الدولي أو الصناديق الدولية النهاردة أن مصر قادرة على تحقيق معدلات نمو إيجابية هذا العام، فهذا أمر يرجع إلى كيف يمكن إدارة تشغيل الاقتصاد الوطني، وكيف يمكن زيادة فعالية التشغيل، لأن معطيات الاقتصاد الوطني قوية وتحتاج إلى تشغيل. والنهاردة الحقيقة يعد عنصر إيجابيا أو حاجة تدعو المصريين النهاردة إلى الفخر بأننا لدينا هذا النوع من المصانع، وبالتالي في نفس الوقت حولنا صحراء العين السخنة إلى إنتاج، وده تم في أكثر من مكان، مش من العين السخنة بس، احنا النهاردة صحراء مصر النهاردة بقت عبارة عن قيم مضافة، سواء مدن جديدة أو صناعات جديدة أو غيره. كنا تابعنا طبعا مصنع الرمال السوداء، وأيضا مدينة الجلالة للرخام. هذا يعني أن هناك تحول في فكر الإدارة، وتحول في فكر الرؤية المصرية على أساس استغلال كل ما هو موجود في الدولة المصرية، وده دخلنا في البعد الأخير اللي هو تنوع الموارد الاقتصادية في الدولة المصرية. الدولة المصرية النهاردة لديها موارد متعددة، وهناك تنوع وأيضا توزيع جغرافي للتنمية في كل مكان. نعم. طيب دكتور محمد، أيضا افتتاح مثل هذه المشروعات الضخمة من قبل الدولة، أعتقد أنه بيمثل قاطرة للتنمية للقطاع الخاص. يعني يمكن احنا كنا في الفترات السابقة أو في العقود السابقة نجد أن القطاع الخاص يستثمر في مشروعات أغلبيتها مشروعات مثلا ترفيهية أو مشروعات لها علاقة بالإسكان وما إلى ذلك، ولكن هذه المشروعات التي تعطي قيمة مضافة يعني الخامات الموجودة على أرض مصر واستغلال أمثل للمعادن الموجودة على أرض مصر، وده يعني يمكن التأكيد اللي أكد عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه هو ده متاح للمستثمرين سواء مصريين أو أجانب، وأيضا للاستثمار في البورصة. شوف يا فندم، خلينا نأكد على حاجة مهمة جدا، وهو أن النظام الدولة الحالية دولة 30 يونيو هي دولة مهتمة جدا بالقطاع الخاص، هي دولة تسعى على أن يكون القطاع الخاص هو الأساس في العمل. ليه؟ لأن في هذه الحالة أن القطاع الخاص هنا هو اللي بيكون موجود وعليه، فالدولة النهاردة فتحت ذراعيها للقطاع الخاص من خلال مجموعة من حاجات. أولا التشريع، فأصدرت قوانين تشريعية كثيرة جدا تجذب القطاع الخاص، هيئة البيئة الاستثمارية عملت وثيقة ملكية الدولة وضحت كيف تتخارج من المشروعات، فتحت ذراعيها النهاردة مستهدفة أن يكون القطاع الخاص في حدود 65-70% في الفترة القادمة في السنتين القادمتين، وده أول مرة تحصل لي. لأن القطاع الخاص كان عبارة عن العقود الماضية كان هناك لبس ما بين الاشتراكية وما بين دولة الانفتاح الاقتصادي أو الدولة المعاصرة النهاردة اللي هو الاقتصاد الحر، كان هناك مشكلة في القطاع الخاص ازاي ندمجه، ياخد ايه ما ياخدش ايه. النهاردة الدولة فتحت بكل المجالات، قالت تشتغل في الزراعة واشتغل في الصناعة واشتغل في السياحة واشتغل في كل حتة، وبالتالي هنا ما اصبح القطاع الخاص لا يوجد عليه حكرا او حجرا في اي مجال. النقطة الثانية كمان، التزمت الدولة بالحيادية التنافسية ما بين القطاع الخاص والقطاعات الاخرى. الحاجة الثالثة والمهمة جدا، ان الدولة التزمت كمان بالحوكمة والشافية في كل المشروعات. إذن هنا الدولة قدمت ما يمكن أن يقدمه، والنهاردة رئيس الجمهورية تعهد أو أعطى توجيهات بأن كافة الإجراءات البيروقراطية أو كافة معوقات يجب أن تزال. إذن الدولة ترحب، وفي نفس الوقت كمان هنا لازم يكون هناك دور واضح للقطاع الخاص
وإن هذا الدور يكون مطمئن للمواطن ويتفق مع توقعات الدولة، بمعنى أنها تدخل القطاع الخاص يقدم منتجات على درجة عالية من الجودة وبأسعار تنافسية عشان يقدر يطمن القطاع الخاص في هذه الشعب والمواطنين في منتجات القطاع الخاص، وفي نفس الوقت يشتغل مع توقعات الدولة ومع أمان الدولة وأحلام الدولة في المشروعات القومية أو المشروعات الزراعية أو غيرها. وبالتالي هنا أن استراتيجية الدولة في جذب الاستثمارات كان مبني على مشاركة القطاع الخاص وحتى القطاع الأجنبي. النهاردة الدولة النهاردة بتحاول قدر الإمكان تسوق مشروعاتها وتسوق فرصها الاستثمارية للجميع على أساس أننا شركاء في التنمية، وأن التنمية في داخل الدولة المصرية لا يمكن أن يحققها قطاع واحد، ولا بد أن يشارك فيها القطاعات المختلفة. والقطاع الخاص هو قطاع وطني، ومصريين وطنيين يستطيعوا أن يتحملوا عبء المسؤولية في هذا التوقيت، ودورهم موجود في هذا التوقيت. وأن التنمية النهاردة والأزمة الحالية العالمية لا يمكن مواجهتها بالحكومة لوحدها، لكن لازم يكون القطاع الخاص وكافة القطاعات وعليه. فإن القطاع الخاص النهاردة مرحب به تماما في مجال الدولة المصرية على استثناء فخامة رئيس الجمهورية ومن خلال قرارات الدولة وسياسات الدولة واستراتيجيات الدولة. شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور محمد الشواتفي، أستاذ الإدارة والاستثمار. تتمتع مصر بثروات معدنية هائلة تمثل بيئة خصبة للاستثمار والتنمية، وهو ما يتسق مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تنفيذ بنود استراتيجية مصر المستدامة 2030، والمزيد في هذا العرض مع الزميل محمود السعيد. أهلا بكم. مسيرة التنمية تتوالى مع كل يوم جديد، ومع توافر عزيمة على تقوية دعائم الاقتصاد تشهد مصر خطوات هائلة لتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية الهائلة التي تتمتع بها وزيادة القيمة المضافة لها وتطوير وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار. الاستغلال الأمثل لثروات مصر الطبيعية، تقدم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ بنود استراتيجية مصر المستدامة 2030، ومن هنا جاء الاهتمام بإنتاج ألواح الكوارتز الذي يعد ركيزة أساسية لمجالات صناعية عديدة. يعد الكوارتز ثروة جديدة من ثروات مصر، كما يمتاز بدرجة نقاء تفوق 99%. لذلك يدخل في العديد من الصناعات العالمية، منها الشرائح الإلكترونية لأجهزة الكمبيوتر والسيارات، وكذا الخلايا الخاصة بالطاقة الشمسية. وضمن جهود استغلال موارد الدولة جاء افتتاح مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ، وإعطاء إشارة البدء لتدشين مشروع استخلاص المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء ليكون قيمة مضافة في مجال الصناعات التعدانية، ما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي ارتباطا باتجاه الدولة الداعم للاستثمار بالقطاع الصناعي. كما تم تطوير منطقة شق الثعبان وتحويلها إلى منطقة صناعية حضارية للرخام والجرانيت كاملة التخطيط والترفيق وخالية من المخلفات الصلبة والسائلة، وبما يسهم في تقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة، فضلا عن خلق فرص استثمارية جديدة وتوفير آلاف من فرص العمل. واستمرارا للجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية التي تمتلكها مصر، جاء إنشاء مدينة الرخام والجرانيت في أسوان بجانب مدينة الجلالة لصناعة الرخام بهضبة الجلالة للنهوض بالصناعات الوطنية والمساهمة في توطين التكنولوجيا الحديثة لتصنيع الرخام والجرانيت. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا حول الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية الهائلة التي تزخر بها مصر. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة. مصر الجميلة العظيمة،
التنمية بتتولد فيها على كل شبر من أرضها، مشاريع قومية في كل المجالات بتفتح لنا أبواب الأمل في الحاضر والمستقبل. وأرض بلدنا ولادة وخيرها بزيادة، والمحاجر فيها غنية بكنوز مخفية. على امتداد حدودنا الشرقية بدأت مصر استغلال كنوز مناجمها الطبيعية في الوديان القريبة من ساحل البحر الأحمر. من هنا بتبدأ رحلة البحث عن الكوارتز. للكوارتز المصري خصائص طبيعية ومزايا تنافسية عالمية، لأن نسبة نقائه بتوصل لـ99.9%، وده اللي خلاه أحد المكونات الأساسية لمجالات صناعية عديدة، ومنها صناعة أشباه الموصلات والشرائح الإلكترونية، ألواح الطاقة الشمسية، المجوهرات، الساعات، السيارات، المستشفيات، والسكك الحديدية. ومصر من أكبر الدول امتلاكاً لاحتياطيات خام الكوارتز اللي كان بيتم تصديره بأسعار زهيدة، لكن بتوجيهات القيادة السياسية اتحقق الاستغلال الأمثل لخام الكوارتز بتوطين صناعته محلياً. البداية كانت عام 2020، وبتعاقد عدد من الوزارات المعنية مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات لإنشاء أكبر مجمع صناعي من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط. بتبدأ أولى مراحل الإنتاج باستخراج الخام من المناجم الطبيعية المنتشرة بكثافة داخل الوديان القريبة من ساحل البحر الأحمر في مرسى علم. هنا وتحديداً داخل منطقة مروة السويقات بمرسى علم يتم استخراج الخام وتكسيره بواسطة الكسارة بمقاسات تتراوح بين 3 و5 سنتي، وبطاقة إنتاجية 140 ألف طن سنوياً. ثم يتم نقل الخام إلى المجمع الصناعي لإنتاج الكوارتز بالعين السخنة، وهناك بيتم إعادة تكسير الكوارتز لحبيبات أصغر يتراوح حجمها بين 3 و4 ملم بعد عمليات الغسيل والفصل الحجمي والفصل الضوئي. ثم يتم نقل الحبيبات إلى مجمع تصنيع الكوارتز، حيث تبدأ أولى مراحل التصنيع داخل مصنع الطحن، واللي بيتم فيه عملية تكسير وطحن حبيبات الكوارتز مرة أخرى إلى 4 مقاسات، لتصل حجم الحبيبات إلى 30 مايكرو. وبعد عمليات الطحن تنقل حبيبات الكوارتز إلى صوامع التخزين العملاقة، والتي تبلغ سعتها التخزينية 2520 طن، وعبر الأنابيب يتم نقل الحبيبات إلى مبنى الخلط، حيث يتم تحويل الحبيبات إلى عجينة بواسطة خلاطات كبيرة تدار بشكل آلي، يتم فردها على طبقات متعددة بواسطة أحدث ماكينات وخطوط الفرد. ثم يتم نقل وتقسيم عجينة الكوارتز لجزئين، جزء يتم كبسه لعمل ألواح السادة، والجزء الآخر يتم نقله إلى الريبوت لرسم العروق، وبعدها تعود العجينة للمكابس لكبسها وتحويلها إلى ألواح. ثم يتم نقل ألواح الكوارتز إلى الأفران، حيث يتم رفع درجة حرارتها للحصول على الصلابة المطلوبة. ومع خروج الألواح من الأفران يتم نقلها بشكل أوتوماتيكي لبرج التبريد، اللي بيتم فيه خفض درجة حرارة الألواح إلى درجة حرارة الجو الطبيعية. ومننتقل في جولتنا داخل المجمع الصناعي لإنتاج الكوارتز لخطوط الجلي والتلميع، حيث تتم عمليات الجلي والتلميع باستخدام أحدث الماكينات والتكنولوجيات الخاصة للوصول لدرجة عالية من الجودة واللمعان طبقاً للمواصفات الأوروبية. وأخيراً تدخل الألواح المرحلة الأخيرة من مراحل التصنيع، وهي مرحلة اختبار الجودة والصلابة، واللي بتتميز بيها ألواح الكوارتز المصرية، واللي بتبلغ درجة صلابتها 7
بقياس موس للصلابة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمجمع الصناعي لألواح الكوارتز 438 ألف متر مربع سنوي من ألواح الكوارتز، صروح صناعية بتحقق أفضل المعايير البيئية باستخدام الطاقة النظيفة من الكهرباء، ومحطة لإعادة تدوير المياه بسعة 556 متر مكعب، بالإضافة لنظم علمية لاختبار ومراقبة الجودة في مراحل التصنيع. Buongiorno a tutti voi e grazie per avermi invitato a questo importante evento. Sono molto contento ed emozionato di essere qui. Contento perché, dal mio punto di vista, grazie a un'ottima collaborazione tra i vari team, è stato fatto un grande lavoro. Oggi inauguriamo l'unico sito al mondo che, partendo da roccia madre, attraverso un modernissimo impianto di trattamento e un efficientissimo impianto di produzione lastre, può vantare un ciclo completo. Sono emozionato perché ho il privilegio e l'orgoglio di essere qui in Egitto con voi. صروح تنموية وفرت 2600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وكوكبة من خيرة المهندسين والكيميائيين المصريين، قلعة صناعية جديدة أمنت احتياجاتنا الأساسية في العديد من المجالات التنموية، وقدرت من خلال تصنيع ألواح الكوارتز المصرية في دعم الصناعة الوطنية مع التصدير الفائض من الإنتاج للعديد من دول العالم كأحد أهم موارد العملة الأجنبية. المجمع الصناعي لإنتاج الكوارتز في العين السخنة، صرح صناعي عملاق اتحقق بإيدين المصريين، ونجحنا في تحقيق النتائج اللي بنحلم بيها، وأعدنا اكتشاف ثروات مصر الطبيعية من كنوز مخفية. مشاهدينا مستمرون مع حضرتكم في هذه التغطية الإخبارية المستمرة معكم على شاشة إكسترا نيوز، حيث افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مصنع التكسير الأولي لخام الكوارترز في مدينة مرسى علم، وذلك عبر الفيديو كونفرنس خلال افتتاحه مجمع مصانع إنتاج الكوارترز بالعين السخنة. ويعد هذا المشروع الأول من نوعه بجمهورية مصر العربية والدول العربية والإفريقية، ويعتبر نموذجا لتكامل العملية الإنتاجية بجميع مراحلها، بدءا من استخراج خام الكوارتز وتكسيره ثم طحنه إلى حبيبات بأحجام ومواصفات معينة، إلى إدخال جزء من الناتج في صناعة ألواح الكوارتز وطرح الفائض للتصدير أو إدخاله في صناعات أخرى. ويهدف المشروع إلى استغلال الخامات الطبيعية المتوفرة في مصر بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة لخام الكوارتز وزيادة الدخل القومي تلبية لاحتياجات السوق، وبما يوفر العملة الصعبة، كما يحقق احتياجات السوق المحلي من ألواح الكوارتز اللازمة لتجهيز المستشفيات والفنادق وغيرها بدلا من استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى تنفيذ الأنشطة التصنيعية للخامات التعدينية بمراحلها المختلفة، ومنها خام الكوارتز للخامات التعدينية لتعظيم العائد منها وتحقيق القيمة المضافة لها لدعم الاقتصاد الوطني بتنفيذ مشروعات قومية واستراتيجية لخلق فرص عمل للشباب، حيث ساهم مشروع الكوارتز في توفير 600 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة، فضلا عن الحفاظ على الثروات التعدينية بمختلف أنحاء الجمهورية وطرح الفائض من إنتاج خام الكوارتز المطحون وكذا ألواح الكوارتز للبيع في الأسواق الخارجية. دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين المصريين والأجانب للاستفادة من كافة الفرص التي تتيح زيادة الإنتاج والحد من الاستيراد وزيادة التصدير. وخلال افتتاح الرئيس السيسي مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة بمحافظة السويس، أكد الرئيس السيسي الحرص على إزالة المعوقات أمام الاستثمارات في قطاع البترول. احنا كنا بنتكلم مع دولة الرئيس وسيد وزير البترول على يعني الهيئة واذا كان لها معوقات بتقابلها او كده، وده امر احنا حريصين على ان ما بقاش فيه معوقات قدام اي مؤسسة يعني. لكن هرجع هنا للموضوع دوت، لو
انت عملت الثلاث او الاربع مراحل اللي انت بتتكلم عليهم دول وبتقول ان هم هيكلفوا 700 مليون دولار، ده للتصدير الكتله الغالبه او النسبه الغالبه منهم مش كده؟ في يعني كفايه يعني انتاج محلي والباقي هيتصدر. ما هو ما انا الانتاج المحلي انا بجيبه دلوقتي من بره بالظبط، صح كده؟ فانا سواء صدرته او استخدمت جزء عندي فانا وفرت عمله كنت انا التكلفه الماليه 700 مليون دولار. طب الفوائد للدولار هنا كام؟ بسال سؤال صعب. صعب انا بسال كده ليه؟ لان احنا يعني وزير قطاع الاعمال موجود ووزير البترول موجود وكلنا موجودين يعني، وبقول السؤال ده او اللوحه ديت ما كانتش تترجم بالدراسه عندنا نقول هو ده اللي ممكن نطلعه وهو ده اللي احنا بنجيبه. يعني احنا بنجيب بما قيمته كام من ثلاث اربع مراحل دول؟ حوالي مثلا 50 مليون دولار 100 مليون دولار ما اعرفش. احنا بنجيب 5000 طن سيليكون معدني سنويا. يعني احنا بنتكلم في كله تمام. مش على ده مش على لو انا النهارده بستورد ثلاث اربع منتجات من اللي موجودين هنا ده ليهم رقم بالظبط مش كده؟ وانت لو انتجتهم في مصر هتوفر الرقم ده وعندك فرصه كمان انك انت تصدر بره. الرقم ده درس جدوى مش كده؟ بالظبط يعني. فبقول ده لمين؟ لينا كلنا. وبقول لينا كلنا الكلام ده موجود قبل كده على مدى سنين طويله فاتوا. يعني اللي موجود ده مش سر. اللي موجود ده مش سر. تمام. مش سر. لا ده معروف عندنا ومعروف عندكم كهيئه وعلى الناس المتخصصه في المجال عارفه كويس قوي ده. ودعا الرئيس السيسي إلى الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين والاستفادة من المواد الخام المتوفرة في القطاع. يعني دي فرصة استثمارية بقولها للصندوق السيادي وبقولها للمستثمرين المصريين وبقولها للقطاع الخاص وبقولها للمستثمرين الأجانب. بقول دي فرصة استثمار جيدة موجودة عندنا. طب بقول كده ليه؟ لان احنا ممكن كتير يقول لنا النهارده واحنا بنفتتح المشروع ده ما تدوا فرصه للقطاع الخاص يا دكتور مصطفى، يعني يتقال كده. فده محتاج ترويج ومحتاج لقاء مع اللي بيشتغلوا في المجالات التعدينيه بصفه عامه عشان نقول لهم تعالوا ده في فرص كويسه جدا. الفرص دي هتوفر لمصر سواء كان عوائد مباشره بان احنا بنستورد الكميات دي بالعمله الحره او بان احنا نصدرها ويبقى لينا دخل من التصدير، ثم طبعا بقى العوائد غير المباشره بان احنا بنشغل ناس وبنبقى بنعمل قيمه مضافه بدل ما نطلع اي منتج من ده مره تانية يعني نطلعه ماده خام يعني زي ما مش كده؟ تمام. فانا بس بسالك الاول وبقول الكلام ده عشان الواحد ما تفوتش مننا، وبقول اذا كان المطلوب 700 مليون دولار وده رقم مش بسيط يعني، لكن ولو احنا دايما بصينا على ان احنا نقلق من الرقم اللي مطلوب لعمل المصانع ديت او لعمل المشاريع ديت، الاصل في الموضوع عندي ان الاصل خلي بالك في فرق انك انت تعمل صناعات تحويليه انك تجيب خامات من بره وتعملها في مصر وبعدين تستفيد منها او تصدرها. لكن لو انا عندي كمان الماده الخام دي موجوده في مصر معناه ان انا يعني جزء كبير من الموضوع عندي وانا بخرجه ماده خام يعني وما استفدتش منه من المراحل ديت للارقام اللي موجوده قدام مني على اللوحه. وأكد الرئيس السيسي أن ما يتم افتتاحه من مشروعات متاح أمام المستثمرين المصريين والأجانب وأيضا الاستثمار في البورصة لمساعدة المواطنين على الاستثمار في فرص لها عائد جيد. في مستثمرين مصريين موجودين معانا وفي ناس حتى بتشوفنا وبتسمعنا من داخل وخارج مصر يقولك إيه؟ ما تدوا فرصة للناس تعمله مش كده؟ واحنا انا بقول الكلام ده مش يعني مش كلام يعني سياسه ولا احنا بنتكلم بجد ان احنا محتاجين ده، محتاجين ان كل الفرص اللي موجوده عندنا. وبالمناسبه الفرص مش كتير قوي يعني الفرص اللي موجوده عندنا مش كتير قوي ان احنا نقول
عندنا مثلا خامات كثيره جدا جدا مختلفه نقدر نعمل عليها الكتير، لكن على الاقل اللي موجود عندنا ناخد الحد الاقصى بتاعه. نرجع تاني، طب النهارده لما قلنا المصنع ده بقاله 3 سنين بيتعمل، وانا بيتعمل مع مين؟ مع يعني مع شركات اجنبيه، وحتى باسرع وسيله لخروج المشروع يعني للحيز الزمني اللي احنا شغالين فيه. طب ما لو احنا بنتكلم على دول، قلت لي بقى ايه المرحله الثانيه والثالثه والرابعه؟ ان شاء الله عليك خير كده 10 سنين كمان باذن الله. لا ما انا بس استنى. انت مالكش دعوه يعني، انت رئيس هيئه الثروه المعدنيه، انا بتكلم على الاستثمار وعلى الحكومه وعلى احنا كلنا نشتغل في الموضوع دوت، لان قدام ال 700 دول هو رقم كبير صحيح، بس تردوا في قد ايه؟ في 3-4 سنين. يعني انا ما اعرفش يعني الرقم اللي هيجي سواء انت بتستورد بيه او انك انت بتصدر بيه هتجيب ال 700 دول في قد ايه؟ باذن الله مع الوضع في الادوار. استنى بس يا ياسر، انت مستعجل ليه؟ انا بقول الكلام دوت ليه؟ يا جماعه ما احنا بنطلع نجيب بمليارات الدولارات حاجات اخرى. ففي كتير مننا يقول لك يعني طب يعني هو الرقم ده بسيط؟ الرقم ده مش بسيط، بس كمان ما تنسوش ان احنا بنجيب بارقام كبيره جدا جدا حاجات اخرى زي الاغذيه مثلا. الرقم ده ولا حاجه بالنسبه للي بيدفع الدكتور مصطفى، مش كده؟ ولازم الناس تبقى سامعه ده مني وتعرف ان احنا الرقم 700 مليون دولار اللي ممكن كتير يقول لك ده رقم كبير قوي ان الدوله تدفعه، او حتى في المشروع اللي احنا عملناه النهارده ده رقم كبير قوي ان الدوله تدفعه. بس احنا لو دايما كان المفاضله عندنا ان احنا نقول ده بالدولار وهنجيب الدولار منين، واحنا مش هنتحرك لقدام. احنا ايه؟ مش هنتحرك لقدام. وانا ما ينفعش يعني بالنسبه لامالي، طالما وانا قلت الكلام ده قبل كده كتير، طالما ان انا شايف اللي بجيبه للسوق المصري كام، وده بيبقى التجارة والصناعة مع البنك المركزي مع المالية، يعني مع التجارة والصناعة مش كده، عارفين احنا بنجيب ايه وقيمته او فاتورته علينا كام. واذا كان موجود الكلام ده موجود في مصر، طب انا لو طلعته واشتغلت عليه هشغل ناس وهزود الناتج المحلي يا دكتور مصطفى، وهوفر القيمة دي بعد شوية. ودعا رئيس السيسي لتعزيز التعاون مع الجانب الإيطالي لدعم الاستثمار في مجال إنتاج الكوارتز والتعدين، كما أكد أن الدولة ستعمل على إنجاز كل الإجراءات الإدارية اللازمة في أسرع وقت. من فضلكم القطاعات التانية اللي احنا كلمنا فيها ديت، أو المراحل التانية اللي احنا كلمنا فيها ديت، فكروا جديا. وأنا معانا السفير الإيطالي، وممكن نتصل على أعلى مستوى مع الحكومة الإيطالية لدعم هذا الاستثمار لما المراحل التانية من خلال الشركات اللي عندها الرائدة في هذا المجال في إيطاليا، أو من خلال حضرتك كوكيل والشركة اللي انتوا أسستوها، بس إن احنا نخرج في أسرع وقت ممكن في إن المراحل دي تخش الإنتاج والحركة بسرعة. من جانبنا احنا هنوفر المكون المصري مهما كان قيمته يا استاذ شريف. تمام. والشركات الايطاليه والحكومه الايطاليه والسفير موجود، وهيبقى لنا كلام معاه دكتور مصطفى ممكن قوي ان احنا نستضيفه ونكلمه في ان احنا اذا كان النهارده انتم مطمنين بدراسات الجدوى للمراحل ديت او للقطاعات ديت، يبقى ننطلق ان احنا نتحرك فيها. وجود الشركات انا بقول لهم نحن ندعمكم ونشجع ان انتم تقوموا، سواء كان بان انتوا فقط تعملوا المصانع او ان انتوا تساهموا حتى في المشروعات ديت، اذا كان الكلام ده واضح. واحنا من جانبنا الرقم المطلوب مننا في الاعمال المدنيه والاجراءات الاداريه والبيروقراطيه الاخرى، بوعدك يا استاذ شريف والناس معانا كلها ان احنا نخلصه امتى؟ احنا فندم ان شاء الله لا انا امتى احنا كحكومه نخلصه امتى؟ امتى فندم؟ امبارح. تمام سياده، ما تخافش. تمام سياده.
للمزيد ينضم إلينا الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد. دكتور محمود أهلا بحضرتك معنا. يعني طبعا تابعنا اليوم افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجمع إنتاج معدن الكوارترز. يعني طبعا السؤال اللي هيطرح نفسه أهمية افتتاح مثل هذه المصانع واستغلال الخامات الموجودة على أرض مصر. يعني يمكن هذا المشروع على سبيل التحديد بيعد صورة نموذجية لفكرة توطين الصناعة، باعتبار أنه بيعد نموذجا لتكامل العملية الإنتاجية بجميع مراحلها، من مرحلة المواد الخام إلى مرحلة الاستخراج إلى مرحلة يعني إضافة القيمة المضافة إلى تصنيعه بشكله النهائي. هذه من ناحية. من الناحية الأخرى أنه يعني بيعد نموذج لتقديم دروس مستفادة خاصة للدول العربية والإفريقية، باعتبار أن هذا المشروع المتكامل هو الأول من نوعه في الدول العربية والقارة الإفريقية، وبالتالي تستطيع مصر من خلاله أن تقدم نموذجا ودروسا مستفادة يمكن الاحتذاء بها، خاصة وإحنا بنتكلم عن عملية توطين الصناعة في القارة الإفريقية وتوطين الصناعة في الدول العربية بالشكل الذي يمكن أن يعظم المكاسب من هذا الأمر. أيضا يمكن النظر إلى هذا المشروع بأنه يعني صورة نموذجية لفكرة الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. حقيقة الأمر الدولة المصرية منذ العام 2016 وتبنيها يعني برنامجها للإصلاح الاقتصادي وسلسلة المشروعات القومية التي بدأت منذ ذلك الحين حتى هذه اللحظة بتسعى إلى استغلال كل الموارد المتاحة لدى الدولة المصرية، حتى الموارد يعني غير المادية. يعني يمكن شهدنا استغلال الرمال، بنشاهد استغلال الطاقة الشمسية في أسوان وعمل مشروع ضخم يعد يعني له ترتيب على المستوى العالمي مش بس على المستوى الإقليمي، وبالتالي يعني مثل هذه المشروعات بتعد يعني واحد من النماذج الهامة لفكرة توطين الصناعة والاعتماد على الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات، بل وتحسين جودته حتى يكون منافسا في الأسواق الخارجية. نعم. طيب يعني يمكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويمكن ده شيء لفت انتباهي ان هو دعا الى ازاله كافه المعوقات امام المستثمرين المصريين والاجانب للاستفاده من كافه الفرص، وايضا دعا الى ازاله المعوقات امام الاستثمار في قطاع البترول. يعني في وجهه نظرك يا دكتور محمود، اهم هذه المعوقات اللي فعلا بتحد من الاستثمارات سواء المحليه او الاجنبيه في قطاعات كبيره مثل هذه القطاعات؟ يعني يمكن لو تكلمنا عن مناخ الاستثمار بشكله العام لا يجب اختزاله فقط في العوامل الماليه او العوامل النقديه، اقصد السياسات التي يمارسها البنك المركزي، ولكن الامر يمتد ليتسع ليشمل كثير من الإجراءات وكثير من المحددات، منها على سبيل المثال الاستقرار الأمني والسياسي. ويمكن شفنا أن الدولة المصرية يعني استطاعت أن تضع حد أو وضع مناسب للاستقرار الأمني والسياسي. صحيح تكلفة هذا الأمر كانت يعني تكلفة باهظة الثمن، ليس فقط تكلفة مادية، ولكن تكلفنا فيها يعني شهدائنا من القوات المسلحة والشرطة المصرية، لكن استطاعت أن يعني تضع حد آمن للاستقرار الأمني والسياسي على حد سواء. أيضا البنية التشريعية، يمكن بنشوف تعديل قانون الاستثمار والقوانين ذات الصلة، ومن فترة ليست بالبعيدة حصل يعني أكثر من 22 قرار كلهم بيصبوا في تخفيض زي ما حضرتك تفضل الحواجز والمعوقات التي يمكن أن تعوق العملية الاستثمارية سواء للمستثمر المصري المحلي أو حتى للمستثمر القادم من الخارج، بتشمل سلسلة من الحوافز سواء كانت حوافز ضريبية أو حوافز استثمارية للاستثمارات كمان في قطاعات بعينها، وهي القطاعات التي يعني بدأت في الظهور خصوصا بعد التداعيات الأخيرة سواء لأزمة كوفيد أو للأزمة الروسية الأوكرانية، وتحديدا الاقتصاد الأخضر والاقتصاد المعرفي أو الاقتصاد القائم على التكنولوجي. وبالتالي يمكن هذه المحددات إضافة طبعا إلى محدد رئيسي وهو البنية التحتية، ويمكن بشهادة كثير من التقارير الدولية الدولة المصرية استطاعت أن تحقق قفزات في هذا الأمر. وبناء على هذا الأمر يعني لو لاحظنا أو تتبعنا حجم تدفق الاستثمار خصوصا الاستثمار الأجنبي في صورته المباشرة وغير المباشرة أيضا، ولكن الأهم هو الاستثمار المباشر، حنجد أن هناك
تقدم ملحوظ، وهذا التقدم لم يكن يعني من قبيل الصدفة، ولكن كان نتيجة طبيعية ورئيسية لسلسلة الإجراءات التي تتخذها الدولة لتقليل العوائق، سواء في دعم القطاع الخاص أو في استصدار بعض القرارات أو تعديل بعض اللوائح والتشريعات في هذا الصدد. نعم دكتور محمود، يعني حضرتك من وجهة نظرك ترى أن المناخ العام الآن سواء من بنية تشريعية أو بنية تحتية يعني ملائم لجذب الاستثمارات سواء كانت محلية أو عالمية؟ يعني لدينا وضع إلى حد كبير مستقر فيما يتعلق بالبنية التشريعية. الدولة المصرية أيضا حريصة على يعني إدارة حوار في هذا الصدد، سواء يعني بنسمع في كل فترة من الفترات يعني لقاءات واجتماعات مع المستثمرين مع المعنيين بمجالس الأعمال ليعني تعديل مجموعة من اللوائح والتشريعات يمكن تعديل هذا يصب في مصلحة جذب العملية الاستثمارية. حتى لو نظرنا إلى البيئة المالية والنقدية، يعني حتى في ضوء وفي ظل يعني أوضاع اقتصادية عالمية بتؤثر على العالم، لكن الدولة المصرية يعني بتحاول إلى حد كبير يعني ضبط هذا الأمر، خصوصا فيما يتعلق بالبنية النقدية وسياسات البنك المركزي. الوضع إلى حد ما داخل الدولة المصرية مستقر وآمن ويحفز كثير من الاستثمار، إذا ما قرن أو إذا ما أخذ في الاعتبار أن هذا الوضع في ظل أوضاع على المستوى العالمي إلى حد ما تكتنفها حالة كبيرة من اللا يقين أو عدم التأكد، وهذا واحد من أهم بل هو أخطر شيء يهدد العملية الاستثمارية. نعم أيضا دكتور محمود، يمكن يعني دخول الدولة في مثل هذه المشروعات الكبيرة، يعني احنا منذ فترة ليست ببعيدة تابعنا افتتاح مصنع للبتروكيماويات بمدينة الجلالة، أيضا مدينة الرخام والجرانيت سواء في الجلالة وأيضا في أسوان، أيضا هذا المشروع الرمال السوداء، أيضا هذا المشروع مشروع مجمع مصانع إنتاج الكوارترز، يعني هذا يؤدي إلى مثلا فتح الطريق أمام القطاع الخاص أو إلقاء الضوء أن هناك مشاريع مختلفة عما يعمل بها القطاع الخاص. يعني اللي عايز أقوله لحضرتك أن القطاع الخاص دائما يعني تكون مشروعات استهلاكية أو مشروعات غذائية مشروعات سكنية، ولكن نعم. هذه المشروعات التي بالفعل يعني تكون دعائم للاقتصاد المصري وتكون يعني بتوفر فرص عمل لأنها كثيفة العمالة، هل هذا يمكن أن يؤدي إلى اختلاف بوصلة المستثمرين في النظر إلى مصر من حيث الاستثمار والدخول في مشاريع مختلفة؟ يعني خليني أذكر لحضرتك أن لو نظرنا كده إلى توليفة القطاعات والمشروعات التي تركز عليها الدولة هنجد أن هناك قدر أو حد كبير من التوازن بين هذه المشروعات، بالشكل اللي يخليني أستطيع أن أقول أن الدولة المصرية حريصة على استغلال كافة الموارد وكافة ما تتميز به سواء من ميزة نسبية أو ميزة مطلقة في أي إقليم من أقاليمها بالشكل الذي يمكن أن يعظم المكاسب. تداعيات هذا الأمر أو انعكاساته على العملية الاقتصادية، حقيقة الأمر الاستثمارات من هذا النوع بتنعكس في كافة مؤشرات الاقتصاد الكلي، ليس فقط في تقليل فاتورة الواردات، لأن زيادة الإنتاج بطبيعة الحال بيؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي وبالتالي عدم الحاجة إلى الاستيراد. الاهتمام بجودة المنتج يعني يمكن أن يجعل المنتج المصري منافسا في الأسواق العالمية وبالتالي بيؤدي إلى زيادة الصادرات وده بيؤثر على سعر صرف العملة. أيضا العمالة وما تكتني أو ما تستوعبه زي ما حضرتك تفضلت أن هذه المشروعات كثيفة العمالة من قوة عاملة تحفز الطلب، يعني المشروع اللي احنا الآن بصدده بيستوعب أكثر من 600 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة، فضلا طبعا عن أن هذا الأمر بيعطي حوافز كبيرة للقطاع الخاص، خصوصا إذا ما أخذنا في الاعتبار أن أيديولوجية الدولة الاقتصادية نفسها منذ إصدار الدولة وثيقة ملكية الدولة والتي غيرت أيديولوجيتها لوضع حوافز أكبر أو لإفساح المساحة بشكل أكبر إلى القطاع الخاص بالشكل الذي يمكن أن يدعم القطاع الخاص، هذا سوف يكون له انعكاسات كبيرة على كافة مؤشرات العملية الاقتصادية.
نعم. أيضا نقطة أخيرة دكتور محمود، وهي نقطة التدريب. يعني طبعا من خلال متابعتنا علمنا أن يعني الكثير من الفنيين والمهندسين العاملين في مثل في هذا المشروع يعني تلقوا تدريبا في إيطاليا. هل هذا يسهم أيضا في توسيع قاعدة التدريب وتوسيع قاعدة المعرفة لدى العاملين ورفع الكفاءة؟ يعني بطبيعة الحال يعني لو نظرت زي ما ذكرت لحضرتك أنه منذ أيام قليلة صدر 22 قرار معنيين بالعملية الاستثمارية، كانت واحد من القطاعات أو مجموعة من القرارات كانت معنية بفكرة التعليم والتدريب، سواء على الأجل القصير المعني بعملية تدريب العاملين أو الأجل الطويل وهي إعادة النظر في التعليم الفني بالشكل الذي يتواءم مع سوق العمل. وده يمكن بيأتي انطلاقا من فكرة أن العملية الإنتاجية بشكل عام أهم عنصر فيها هو العنصر البشري، سواء قدراته التعليمية والفنية أو حتى قدراته الصحية. ولو نظرنا مثلا إلى بعض الأراء التي تقول أن العامل الأهم في هذا الصدد هو توافر المواد الخام، حنجد أنه أفريقيا يعني بتمتلك النصيب الأكبر من المواد الخام، لكنها لم تستطع أن يعني تضع نفسها بشكل أو بآخر لديها معوقات تنموية كبيرة، وبالتالي خصوصا بعد التداعيات التي ظهرت وظهور ما يطلق عليه الاقتصاد المعرفي على الصدد، أصبح العنصر البشري هو أهم عنصر في العملية الإنتاجية، وبالتالي الاهتمام بالعنصر البشري سواء من تدريبه أو تأهيله أو حتى الاهتمام بالرعاية الصحية، لأن ده بيؤثر طبعا على قدرته الإنتاجية، هو العامل الأهم في كافة العملية الإنتاجية، ويأتي حتى قبل فكرة توافر رأس المال أو توافر المواد الخام التي يعني تحتاجها الدولة. وكم شهدنا من كثير من النماذج الدولية والدول التي استطاعت أن تضع نفسها على خريطة التنمية فقط بفضل الاهتمام بملف التعليم أو بفضل الاهتمام بإعادة هيكلة العملية التعليمية بما يتناسب مع متطلبات العمل وتعديلها من حين إلى آخر. وبالتالي الاهتمام بالتعليم والتدريب بتزداد أهميته خلال هذه الفترة، ويصبح يعني متصدرا المحددات الرئيسية للعملية الإنتاجية. نعم دكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، شكرا جزيلا لك. استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رغبة أحد ذوي الهمم قادرون باختلاف في حضور افتتاح أحد المشروعات القومية التي تنفذ في كافة ربوع مصر، حيث طلب مسافحة الرئيس الذي لبى على الفور أمنيته في لفتة إنسانية منه. وبعد أن صافحه خلال افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة محافظة السويس، أدار الرئيس حوارا أبويا وديا معه وتم التقاط صورة تذكارية. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة لتفقد مجمع مصانع إنتاج الكوارتز في منطقة العين السخنة بمحافظة السويس. واستمع الرئيس السيسي خلال الجولة إلى شرح مفصل حول المجمع وما يملكه من إمكانيات. منح المهندس حازم حسن المدير التنفيذي لشركة إيزري العالمية درع التميز في نظم المعلومات الجغرافية لرئيس مجلس الشركة المصرية للتعدين للحصول على المركز الأول على مستوى العالم في الحوكمة والتحول الرقمي في المحاجر والملاحات. يضم مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة كافة مراحل صناعة ألواح الكوارتز باستخدام أحدث التقنيات، والذي يوفر 2600 فرصة عمل في صرح صديق للبيئة يعتمد على الطاقة النظيفة. المزيد نتابعه في التقرير التالي. من الخام إلى المنتج النهائي، يضم مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة كافة مراحل صناعة ألواح الكوارتز التي باتت مطلوبة بكثافة، لينضم إلى مجموعة المشروعات التنموية الرائدة التي تهتم الدولة المصرية بإقامتها في مختلف القطاعات. خام الكوارتز سابقا كان بيتم تصديره بمبالغ زهيدة جدا للخارج، لأنه ما كانش بيضاف ليه قيمة مضافة، كان بيتصدر كمادة خام.
دلوقتي الحمد لله رب العالمين احنا بنصدره بعشرات الاضعاف من القيمة السابقة بعد ما حولناه من مادة خام الى منتج نهائي. مجمع مصانع انتاج الكوارتز يمتاز ان هو الوحيد على مستوى العالم اللي بيجمع العملية الانتاجية من بدايتها لنهايتها. يعني احنا بيجينا خام الكوارتز من الجبل في مرسى علم، درجة نقاء الكوارتز الموجودة في الجبل 99.8، ثم بعد كده بيبدأ على المجمع هنا بيعمل عملية التصنيع عشان في الآخر أقدر أطلع شريحة الكوارتز اللي أقدر بعد كده أتعامل بيها مع الجمهور أو أقدر أصدرها خارج مصر. بعد ما بيتم عملية التأكد من نقاو بيدخل عملية الطحن الخاصة بالمصانع عندنا، بيتحول المنتج ده بيتسحب لمبنى الخلط في خط الإنتاج، بيبتدي يضاف عليه المكونات اللازمة لإنتاج العجينة أو الخلطة بتاعة إنتاج ألواح الكوارتز، وبتنزل بعد كده في قوالب التشكيل بتاعته، بتعدي بمراحل التصنيع للحصول على الصلابة المطلوبة للوح الكوارتز. بعد كده بيطلع يدخل على برج التبريد، بعد مرحلة التبريد ما بتتم بيطلع عندنا لوح الكوارتز اسمه لوح كوارتز غشيم. بعد منها بيدخل على مرحلة الجلي، وبعد كده يدخل على مراحل التلميع، يطلع في شكله النهائي لوح الكوارتز الملمع على أعلى مستوى ومطابق للمعايير الأوروبية والأمريكية. مجمع إنتاج الكوارتز يأتي بناء على التوجيهات الرئاسية بتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية داخليا، كما يوفر 2600 فرصة عمل بين المباشرة وغير المباشرة، وتم تدريب العمالة والمهندسين بالمجمع على يد خبراء إيطاليين في أحدث تقنيات صناعة ألواح الكوارتز. لقد بدأنا التعاون مع مصر منذ عام 2016، والآن نبدأ هذا المشروع المهم لإنتاج ألواح الكوارتز. إنها أول مرة نعمل فيها هنا في مصر والشرق الأوسط. نحن فخورون جدا بوجودنا هنا وبتدريب العمالة الفنية والتنفيذية ونقل المعرفة التكنولوجية التي لدينا. الحمد لله زي ما بيقولوا كده الإيطاليين إن احنا إنشاء المشروع دون وإنتاج الألواح والكلام ده معجزة، بيقولوا it's miracle. فعلا هو معجزة ان احنا وصلنا باسرع وقت ان احنا نطلع الواح كوارتز. الخامة اللي متواجدة الكواليتي بتاعتها درجة اولى، فعلا حاجة زي ما بيقولوا كده نقدر ننافس بيها السوق العالمي. وهذا الماء لا يذهب سدى، فالمجمع الحاصل على مجموعة من شهادة الايزو يعد صديقا للبيئة، حيث تعمل كافة ماكيناته العملاقة بالطاقة النظيفة من كهرباء وغاز طبيعي، كما لا يهدر الماء الذي تستخدمه الماكينات والذي يستمد من محطات تحلية مياه قريبة، بل يعاد تدويره ليستخدم مرة أخرى بمعدل فاقد لا يتعدى 10%. في صحراء العين السخنة يقف هذا الصرح كأول من نوعه على أصعدة متعددة، وليكون خطوة جديدة تخطوها الدولة المصرية لتعظيم استفادة المواطنين المصريين من ثرواتهم الطبيعية، وصفحة جديدة في سجل دعم الاقتصاد الوطني. تيموثي هاب، إكسترا نيوز. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ محمد أنيس الخبير الاقتصادي. أستاذ محمد أهلا بحضرتك معنا على شاشة إكسترا نيوز. يعني طبعا افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز في مصر يعتبر نقلة نوعية في استخدام المواد الخام الموجودة في مصر. تفضل أستاذ محمد. أهلا بحضرتك يا فندم وكل المشاهدين. شوف حضرتك، هو طبعا واضح دلوقتي تماما للعيان يعني انه مصر بتستهدف تصنيع كل مدخلات الانتاج. نعم. ليه الكلام ده مهم؟ لان احنا عندنا مشكله مزمنه في الميزان التجاري بتاعنا، بنستورد بكميات كبيره ومش قادرين نزود صادراتنا. ليه؟ لان معظم استيرادنا هو مدخلات انتاج، فانت عشان تصنع بتحتاج تستورد. المعادله دي لازم تتغير. تتغير ازاي؟ تتغير من خلال تصنيع محلي لمدخلات الانتاج. نعم. هو ده اللي احنا بنشتغل عليه دلوقتي، وبدانا نشوف نتائجه، لان مش لسه هنشتغل عليه، ده بس شغال عليه بقى لها سنين. تعرف حركه المشاريع دي ما بتنشاش في يوم وليله. فشايفين النهارده المصنع بتاع كوارت، شفنا قبل كده المصنع بتاع اخشاب الام دي اف وخلافه، دي كلها اوائل مدخلات انتاج. اولا عندنا المواد الخام بتاعتها، ثانيا كنا بنستوردها عشان نصنعها. طب ثالثا بقى دلوقتي بعد ما بقت موجوده محليا، اولا مش هتحتاج تستورد وتستهلك عمله صعبه عشان تصنع محليا، ورابعا ان انت كمان لما تغطي احتياجات السوق المحلي هيبقى عندك فرصه كبيره للتصدير، سواء اللي كان لاسواق الشرق الاوسط او للاسواق الافريقيه، لان انت عندك اتفاقات ميسره
للصادرات المصرية في هذه الأسواق، وهم بالفعل عندهم احتياج لهذه المنتجات لو قدرنا نوصلها لهم بالأسعار المناسبة ليهم، لأن أسعارنا هتبقى أفضل من المنتج التركي أو الصيني أو خلافه. نظرا لتكلفة النقل طبعا يا دكتور يا أستاذ محمد، نظرا لتكلفة النقل ونظرا لاختلاف فروقات الإنتاج، تكاليف هيكل تكاليف الإنتاج عندنا أفضل كثيرا من دول بتقدم هذه المنتجات عالميا دلوقتي. نعم، أيضا إتاحة المشروعات، يعني يمكن زي ما السيد الرئيس أكد للمستثمرين المصريين وأجانب، يعني أعتقد ده بيمثل دفع أيضا لافتتاح العديد من هذه المشروعات والتنوع في الأنشطة الاقتصادية. شوف حضرتك يا فندم، مهم جدا جدا دلوقتي، واحنا شغالين على مصر شغاله على ده بالفعل، هو حاجه سحريه كده من خمس كلمات: الاستثمار الاجنبي المباشر المستهدف التصدير. مصر شغاله على ده جدا دلوقتي لان هو ده الحل القوي المستدام لاي مشاكل ممكن نكون بنواجهها او اي مشاكل ورثناها يخص المنظومه الاقتصاديه بتاعتنا. لما بنيسر كل اجراءات اجتذاب هذه الاستثمارات الدولية، فأنت بتظبط الميزان التجاري بتاعك، بتزود صادراتك عن استيرادك، وبتبقى محصن من أي مشاكل دولية ممكن إن هي تأثر عليك زي اللي شفناه قبلنا في آخر 3 سنين. ولو حضرتك لاحظت هتلاقي إن كل القرارات اللي تم اتخاذها من المجلس الأعلى للاستثمار من أسبوع تقريبا يعني تصب في هذا الاتجاه. المجلس الأعلى للاستثمار هو مجلس ما تقدرش تقول عليه تنفيذي، لكن هو فوق تنفيذي، يعني مجلس يخص الاستراتيجية الاقتصادية نفسها، وبالتالي القرارات اللي تم اتخاذها من أسبوع هي قرارات ملزمة، قرارات استراتيجية ملزمة للسلطات التنفيذية للدولة للوزارات إن هي تنفذ هذا الأمر بهذا التصور وبهذا الاتجاه. الهدف من كل ده إزالة العوائق البيروقراطية اللي موجودة اللي بتحد من قدرتنا على اكتساب هذه الاستثمارات، لأن احنا لا مناص ان احنا نشتغل على هذا الأمر وإزالة هذه العوائق بتصور شامل. والتصور الشامل ده زي ما في القرارات اللي انا قلت لحضرتك عليها دي، في كمان الديجيتاليزيشن التحول الرقمي، وفي انتقال للحكومة الى العاصمة الإدارية، لأن هو ده اللي هيخليك تقدر تنفذ كل هذه الأمور بشكل رقمي. الاستثمار محتاج هذه الأمور، المستثمر محتاج إن هو لما يجي يشتغل في دولة ما يبقاش شايل هم البيروقراطية بتاعتها، يبقى بيشتغل على دراسة الجدوى وعلى النشاط الاقتصادي من غير ما يبقى عنده أي احتمالية في ذهنه إن يكون في إجراءات بيروقراطية بتعيقه. نعم، بشكر حضرتك الشكر الجزير الأستاذ محمد أنيس الخبير الاقتصادي متحدثا هاتفيا لإكسترا نيوز. مشاهدينا الكرام، إلى هنا وصلنا بحضراتكم إلى ختام هذه الفترة من التغطية المستمرة دائما على شاشة إكسترا نيوز، والتي خصصناها لافتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجمع مصانع إنتاج الكوارترز بالعين السخنة محافظة السويس. شكرا جزيلا، وعلى وعد بلقاء آخر.